يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.